سبيسز طبخه كده هي بروسس من الاخر. تبدا بالبريبريشن انك تبريبير شويه كويشنز بتبعت بلان بتبريبير للستيك هولدرز بتوعك. بعد كده الفاسيليتيشن هو اكشلي الاكشن بتاع الانترفيوينج نفسه. وبعد الانترفيوينج بتبدا تجهز المينتس اوف ميتنج بتكوميونيكيت المينتس اوف ميتنج وهكذا. فدي قلنا دي كده سريعا كانت البروسس. وبعد كده اتكلمنا في الديفرنت دايمنشنز اللي بتاثر على الانترفيو ستارتنج من اول التايم الانترفيوي الانترفيور البليس النوتس الكويشنز اللي انت بتحضرها وكل دايمنشن من دول. ادينا كده شويه هاي ليفل تيبس اند تريكس عنه ازاي وانت بتعمل له سيلكشن يكون تكون حاطه في اعتبارك. بعد السيشن هنشير حتى معاكم على الايميل كل الناس الريجستر تمبلتس لكل الحاجات دي. يعني تمبلت للريكويرمنتس جاذرنج بلان تمبلت للنوت تيكينج والتشيك ليست اللي انت محتاج تمشي عليها وانت بتعمل انترفيو. تمام. كان في سؤال اتسال من في السيشن من الجروبس هاو تو نو ذا نمبر اوف سيشنز اللي انا محتاج ارانت قبل ما اروح. هو خلينا نتكلم في طبيعه الانيشيتيفز اللي احنا معظمنا بنشتغل فيها. اكشلي الاناليست بيجي بعد ما بيكون البروجكت ابروفد. ليه انا بقول طبيعه الانيشيتيفز؟ لان سام تايمز الاناليست بيتانتروديوس بشكل تاني. في عندنا بعض الانيشيتيفز اسمها انتربرايز اناليسيس. انتربرايز اناليسيس انت بتروح اصلا تعمل اناليسيس للانتربرايز كلها لسه ما فيش شكل للبروجكت المطلوب. انت رايح تشوف ايه البروجكت اللي ممكن يكون هيتعمل. فدي طبيعه تانية. بس خلينا نشوف الموست بروبابلي يعني اللي احنا بنشتغله هو انيشيتيف ليها سكوب بيطلع بار اف بي ما كده طلع بروبوزل طلع اس او دبليو من عندنا بيقول انه في فلان الفلاني والى اخره. في جزء لا يتجزا كنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت هو البلاننج بتاع الاناليست. طبيعي انت جالك بروبوزل فيه 15 موديول 15 فيتشر كل واحد بقى بيستيميت في شركته على حسب بيستيميت انت رايح تعمل لهم بروجكت بالفيتشر بيزد موديولر بيزد وات ايفر. هتقعد تقراه وانت بتقعد تبدا تبريك داون تقول الموديول الفلاني ده تو بي كفرد ان تو سيشنز. ليه؟ لانه كبير جدا. تمام. وبعد كده محتاجه فيريفاي في سيشن ثالثه كده. الموديول رقم 2 محتاج 3 سيشنز الموديول رقم 3 محتاج 4 سيشنز. فبيطلع لك بتفيجر اوت كده اهو انت محتاج تقدر تران كام سيشن ديوريشن بتاعتهم قد ايه ولا اخر. فده مينلي بيزد على السكوب وبيزد على الافيليبيليتي بتاعت الستيك هولدرز بتعرف السيشنز. طب الستيك هولدرز مش افيليبل ال 15 20 سيشن اللي انت قررتهم دول في الاخر خلاص انا هضطر ان انا سكويز واخليهم 10 سيشنز. وبقى ساعتها بقى بعمل ايه؟ دماغي بقى بتقوم قايله لي ان انا هبدا اختار تكنيكس ثانيه. يعني انا هاخد 10 سيشنز انترفيو وفولو اب بعد الانترفيو بكويشنير. يبقى اركز دايما في الانترفيو على الكي كويشنز وبعد الانترفيو ابقى محضر كويشنيرز اقفل بيها الحتت اللي لسه مفتحها اللي طلعت مننا. تمام. هكذا ممكن مثلا ان ممكن هعمل 5 انترفيوز بعد كده بدل ما اضيع وقتهم تاني اعمل ووك ثرو ليهم ارسم لهم انا البروسيس بدل ابروبوز ارسم لهم انا البروسيس كل حاجه فاستفاد دلوقتي نعمل لهم ووك ثرو سيشن اقول لهم ده عجبكم لا بس عدل لنا كذا وعدل لنا كذا. فابدا اختار تكنيك تاني هيبقى بيزد على التايم لان قلنا التايم از ان امبورتنت دايمنشن في ممكن بروتوتايب ممكن نستخدم بروتوتايبنج تكنيك تكنيكس كتيره. احنا كل سيشن كان في حد سالني على الميت اب اصلا الميت اب بتاع التكنيكس زي ما قلنا البيربس بتاعه احنا نعدي على التكنيكس اللي المفروض الاناليست ماسترت ذس تايم از انترفيوينج ذا موست تريفيال اللي احنا عارفينه. وبعد كده كل ميت اب هنتكلم على انترفيو هنتكلم على تكنيك مختلف في البيزنس اناليسيس. ممكن منه على سبيل المثال هيبقى بفكر المره الجايه يكون الاوبزرفيشن تكنيك واحد من التكنيكس العنيفه اللي كتير قوي من الناس بيعملوه بيبقى مستفز حبتين الاوبزرفيشن بس. وبعد كده ممكن ناخد البروتوتايبنج هنبدا نشوف كل التكنيكس وبعد كده هنبدا نستخدم فوتنج ان انتوا تعملوا فوتنج ايه التكنيكس اللي نجيبها لكم المره اللي بعدها وهكذا. تمام. فده البيرفس بتاع الميت اب. ماشي. طب احنا النهارده كده خلاص كان في تو تيمز بيشتغلوا مع بعض على نفس الميني كيس اللي هي زي صح زي. بتاعت الكوزمتكس كومباني. دي كوزمتكس كومباني عرفكم بيها عشان في ناس اللي ورا مش عارف. دي كوزمتكس كومباني عندهم لاينز اوف برودكشن كتيره جدا واللاينز اوف برودكشن دي كل واحد ليه لاين مانجر. كل لاين مانجر عايز ريبورتنج عنيف علشان يقدر يمانج البرودكت بتاعه ويشوف هيكبره ازاي وكلام من ده في الماركت. تمام. اللي بيقولوا الحته دي الماركتنج تيم هم اللي بيساعدوه انه يعمل ده. تمام. كل لاين مانجر عنده هيز اون ريكويرمنتس ريجاردنج التول اللي هو عايزها والريبورتس اللي هو عايزها وفي حاجات كومن ما بينهم.
تمام. فمن الاخر انت الرول بتاعك اناليست انك تقدر يعني تطلع الريكويرمنتس بتاعه الريبورتس المطلوب. التيم اللي كان هنا الريبريزنتيف اناليست تانيا وتفضل الكرسي الثاني. تمام هن try to avoid ان احنا نأسك the same questions. هنسيب space لبعض, هو يسأل سؤال ما كان يسأل سؤال. الستيك هولدر بقى اللي معانا في business context مكتوب عندهم ان الماركتينج team member are friendly and helpful. الناس دول جميل جدا. They are not focused, بيجد distracted, بيخرجوا برا ال برا ال اسمه ايه ده السكوب كتير. اللاين مانجرز عندهم باد اكسبيرينس مع التولز اللي كانوا بيستخدموها قبل كده, فموست بروبابلي كده هيبقى عندهم مشكله مع ال هيبقى عايزين حاجه تنجبل كده يعني. هم اللاين مانجر مش هيبقى حد موجود منه فكده الماركتنج هم اللي. طيب احنا هنبدا حته بقى, يلا نبدا بقى دلوقتي نشتغل خلص. احنا الاكسرسايز بيقول ان انت يو نيد تو ليست اند ديفاين ذا اكتيفيتيز نيدد تو ران ذا انترفيوز فور ذا ابوف مينشن. انتوا اولا اخترتوا ليه الانترفيو كتكنيك؟ ما هو دي انيش اخترتوا ليه الانترفيو؟ يعني انا بالنسبه لي انا بقى يعني الانترفيو بيخليني اعرف الاندستري يعني افهم الدنيا الاول خالص اعرف عشان انا لسه داخله جديده يعني لسه انيش يعني في اول ميتنج تقريبا فهعرف الاندستري هعرف هم مشكلتهم هم السيناريو ايه بتاعهم مشكلتهم ايه وهاو تو سولف ذا بروبلم. فانتي مور اكسبلورينج. تمام مور اكسبلورينج الاندستري. فانتي اخترتي الانترفيوينج فور ذس ريزن. الانترفيوينج هي احسن طريقه بقدر اطلع منها ريكويرمنتس وانا قدام كلاينت فيس تو فيس. يعني بمعنى ان انا لو استخدمت تكنيكس ثانيه ممكن في ديتيلز تقع في النص, لكن انا في ديتيلز لازم اكون شغال عليها وبقدر ان انا اجذر الديتيلز دي والريكويرمنتس. طب نحاول نعلي صوتنا علشان اوكي انتوا ممكن تقعدوا كده على جنبين علشان طيب هي الانترفيوينج هي احسن طريقه انا شايفها لجذرنج الريكويرمنتس والديتيلز من الكلاينت. بيبقى في طرق تانية ممكن اجذر فيها requirements من الكلاينت زي الايميلز الفويس كولز او الفيديو كولز, لكن الفيس تو فيس بقدر ان انا اخد كل الديتيلز من الكلاينت وفي نفس الوقت اساله اسئله معينه ممكن ما تبقاش متاحه في الوقت اللي هو بتاع الفيديو كول او الفويس كول, وفي نفس الوقت بلاحظ ردود الافعال بتاعته على الاسئله بتاعتي وبقدر ان انا اجذر كل الديتيلز دي في الانترفيو. حد شايف في تكنيك احسن من كده ممكن نستخدمه في الانيشيتيف دي اصلا؟ هو في كي ورد هنا بتخلينا نستخدم التكنيك ده. حتتين اللاين مانجرز عندهم حاجات كومن وعندهم حاجات مختلفه. الانترفيوينج من اكتر الحاجات اللي بتقدر انها تجمع او تحل كومبلكس, يعني هو اكتر افكتيف تكنيك لانه اذروايز انت هتبقى ماشي على تو ستريمز, تبعت كويشنير لده وتبعت كويشنير لده وبعد كده تحاول تقنع ده بقى هتروح برده انترفيوينج. فمن الاول لو انت عندك الافيليبيليتي انك تروح تحضر انترفيوينج وتقعد اللاين مانجرز مع بعض تو ديسكفر ذا كومن ريكويرمنتس انت ديفرنت ريكويرمنتس ديفينتلي الانترفيوينج هو اليوز. انا عايزه اقول حاجه, احنا هنا لما سالنا مين اللي هنعمل معاه انترفيو فانتوا قلتوا الماركتنج, معنى كده ان انا مش هجمع كذا ستيك هولدر في نفس المكان. طيب وده كده مش هيحل الكونفليكت. مظبوط. انا مش عارف الكلمه بتاعت ان ماركتنج ولا يحضر, انا ده رقم اتنين هو مين الستيك هولدرز. ايوه بالظبط. حد الناس اللي قرت مين الستيك هولدرز ديفاين عملت لهم ديفينيشن صح؟ مين اللاين مانجرز والماركتنج مانجر. ماشي. فانتوا هنا اميره ردت عليكم انه الماركتنج هم اللي هيقدموا اللاين مانجرز از ا رايت ستيك هولدر از ويل. يعني ماركتنج هم اللي هيعمل انترفيو النهارده. اللي هيعمل انترفيو النهارده هو الماركتنج تيم. بس انت ديفينتلي لو انت بتعملي ليستنج لاول ذا ستيك هولدرز اوف ذا انيشيتيف ديفينتلي يو نيد تو فيريفاي وذ ذا لاين مانجرز. تمام. دونت ديبند اون ذم. فكده احنا متفقين ان في لاين مانجرز هم ستيك هولدرز ومتفقين انه ممكن كمان السيلز كمان لانه ريبورتس ريبورتس هي المانجر هم السيلز مانجرز هم المانجر بتوع السيلز. اللاين مانجرز هم اللي بيريبريزنتوا السيلز هنا عندنا. فاحنا كده تقريبا عندنا تو ستيك هولدرز مهمين جدا الماركتنج تيم واللاين مانجرز. تمام لكل ديبارتمنت. لكل ديبارتمنت. هي ممكن بس تبقى الحاجه الاول مثلا ان انت تقعدي مع الماركتنج افهم وبعدين تقلعي كله مع بعض.
هي دي يعني ده اللي هيبقى بس تكنيك عشان هم هنا عندهم فمش متعودين بقى عندهم نعمل تخلي معاهم ايه بالظبط عشان دي بتحصل فعلا ان هم بيقعدوا يتخانقوا في لا هو يعني هو انت انا ابتدي بس حته الكونفليكت دي مش بتتحل من اول قعده لا يعني موست لايكلي هتحتاجي تعملي 1 تو 1 انترفيو بتقول في ستيك هولدر ثالث ثالث هو ممكن ما يكونش مهم قوي بس المهم ان هو يكون موجود في الميتنجز على الاقل الميتنج اللي هو الفاينل ان حد من القسم الاي تي عشان هو المفروض هيسبورت الريبورتنج سيستم اللي احنا بنعمله دي حاجه وهو هيقول لي المشاكل الموجوده عنده في المؤسسه او في الشركه عشان اخدها في الاعتبار معايا انا بقى مستني ان ده الستيك هولدر في ستيك هولدرز هيدن ستيك هولدرز بننساهم في الانيشيتيفز بتوعنا بس مهمين جدا زي السبونسرز زي الريجوليتر الناس اللي بتشتغل مع حكومه وبتشتغل مع شركات ما بينها شراكه وما بينها سب كونتراكتنج وكلام من ده sometimes you need to bring the sponsor على سبيل المثال النهارده اميره ممكن تطلع لي ريبورت بيسبورت SAP شركه احنا ما بنتعاملش معاها for any reason عشان غاليه علشان عندنا مشاكل معاها عشان عقودها الكلام ده كله فانا من اول حاجه كده السبونسر هيقوم داخل يقوم مادي ايده ويقول لي مفيش SAP انت هتشتغل يا اوراكل يا هتشتغل كذا يا مايكروسوفت فانا كده السبونسر او الشخص اللي بيريبريزنت الفلوس اللي هتدفع واللي معاها الديسيشن ده someone لازم يكون موجود معايا كستيك هولدر فاكتشلي الستيك هولدرز اللي هيبقوا حاضرين احنا متفقين عليهم ممكن يكون الماركتنج ممكن يكون اللاين مانجرز بس وي نيد الاي تي اللي هيفاسيليتيت وي نيد ا سبجكت دومين اكسبرت جوه الريبورتنج ده لانه في سبجكت دومين اكسبرتس بيبقوا قاعدين حاضرين مثلا في ريبورتس يقول لي هو انت هتبريك داون الداتا دي على ليفل ايه الير ولا لا ما تنفعش تبريك على ليفل كذا ان هو راجل عنده النو هاو انا ممكن ما يكونش عندي النو هاو فده سبجكت ماتر اكسبرت او دومين اكسبرت مش موجود لكن ديفينتلي اي نيد تو برينج هيم فدول هيدن ستيك هولدرز كتير بننساهم في الانيشيتيفز بس مهمين تمام طيب انتوا خلاص يو بريبيرد ذا بلاند كويستشنز هنسامبل الكويستشنز هنشوف كويستشنز اند انسر اميره قايمه بدور الستيك هولدر الماركتنج تمام هما هيبداوا يسالوا وانا هنا قايم بدور الجادج whenever there is a question or there is a tip I will stop واقول هنا محتاجين نعمل كذا وكل الناس اي حد اللي كان كومنت بس بعد ما الانسر تتقال يعني بعد ما يحصل الكومبليت كونفرسيشن انا ماشي اوكي طيب انا كنت يعني انا انتروديوس ماي سيلف انا رانيا بزنس انالست في الشركه اللي احنا جايين نعمل رانيا ممكن نعلي صوتنا عشان الناس كلها تسمع تمام انا كنت عايزه يعني اتعرف بيكي اكتر واعرف البوزيشن بتاعك واعرف انت ايه في الشركه اوكي يعني ده الاول لازم نبقى بنتروديوس اور سيلفز لبعض علشان نبريك الايس اوكي طيب انا اميره الماركتنج مانجر بتاعت السكين كير ديبارتمنت احنا شغالين ديبارتمنت في مانجنج البرودكتس لاين والسيلز ديبارتمنت از ويل فانا ام جوينج ثرو ذا هول لايف سايكل اي ميك شور ان البرودكت تيم والبرودكشن لاين شغال وبمانج ذم وبتاكد من الديتيلز بتاعته ومن كل الكوانتيتيز اللي احنا وي نيد اند اي دو ذا سيلز ريبورتنج از ويل اي تشيك ذا ريبورتس اي تشيك ذا سيلز بتأكد يعني انا مسؤول عن the whole department so I'm managing the whole marketing campaign فلازم اريجليت كل ال department او كل اللاينز مع بعض تمام طيب ممكن نعرف اكتر عن الاندستري بتاعتكم والشركه بتقدم برودكت ايه هو احنا بدانا من 3 سنين كده شركتنا احنا عندنا ديبارتمنتس كتير قوي ولاينز كتير عندنا سكين كير وبرفيومز وميك اب وعندنا يعني في ديبارتمنتس كتير قوي في الشركه كل ديبارتمنت يعتبر شغال لوحده شويه احنا كنا السيلز كانت حلوه قوي في الاول زمان بعد كده وكنا بنمانج ثرو ريبورتس كتير بس كل ديبارتمنت شغال لوحده انا مينلي يعني بطلع ريبورتس كل سنه وكل كوارتر بس ما فيش حاجه باينه يعني احنا بنطلع ريبورت شكلها حلو وبنكلم بعض بس مش قادرين يعني بنمانج الدنيا شويه كل ديبارتمنت لوحده بس مش عارفه انت عايز تعرفي ايه طيب انا اكمل ولا هو انا سؤال ولا هو سؤال هيدخل بس احنا هنا في البوزيتيف بوينت ماشي بروك ذا ايس فاول حاجه لازم في الانترفيوينج كده هنتعلمها ان احنا لما نيجي ندخل لازم تبريك ذا ايس تبريك ذا ايس بموقف حصل النهارده بخبر موجود على سي ان ان في بلدهم اسمه ايه ده بتساله حتى عن ايه احوالك اي حاجه
لكن لازم you have to break the ice to let him feel comfortable ويبدا يتكلم. ممكن حتى تكون الطريقه of the breaking the ice لو انت خلاص فقدت كل الامان انك تسال ده السؤال الثاني, هو انتوا بتعملوا ايه, انتوا كشركه اصلا بتعمل ايه. فديفينتلي لما تبدا تتكلم على السكين برودكتس وعلى اخره فانت هتتحكي تقول لها اوكي احنا كلنا بنستخدم الحاجات دي, فنبدا ان ايه نبريك داون. فهنا كده البوزيتيفيتي اللي هو بريكنج ذا ايس. تمام, الشخص اللي قاعد هنا حد يقدر يديني عنه نوت عن الستيك هولدر ده؟ ديستراكتد ستوكينج ا لوت, كلمه سريع جدا في الكلام, كلمني لا دي اميره يعني دي اميره يعني نو اوفنس بس انت لا ده انا بس هي الشخصيه كده بس ده انا كمان. واحنا واحنا بنبريبير اصلا للميت اب قلت لها في شخصيه هتبقى بتاعتك نتكلم بسرعه قلبا وقالبا, وفي شخصيه هتتقمصيها غصب عنها فدي هتتقمص. فديستراكتد فطبيعي هيبقى المانجمنت بتاع الستيك هولدر ده هيبقى عنيف شويه في اوقفه امتى. تمام, طيب هنبدا نموف لل سؤال تاني. فلو في اي حاجه كومن يعني سكيب ات اند جو تو ذا كويشن. اوكي, اعرفك بنفسي الاول, انا شادي بزنس انالست لنفس الشركه. هاي طيب انا كنت عاوز اعرف شويه تفاصيل اكتر عن الريبورتس اللي كنتوا بتطلعوها قبل كده, يعني الكرايتيريا اللي كانت فيها او شكل الريبورت بيكون عامل ازاي, يعني الكولونز اللي فيها اللي انتوا الداتا اللي انتوا بتحاولوا تطلعوها في الريبورت كان شكلها بيبقى عامل ازاي. احنا عندنا ريبورتس كتير بنطلعها زي ما قلت لكم, في ريبورتس للبرودكشن بنشوف بقى البرودكشن لاينز, كل البرودكشن لاين بيطلعوا ايه اون ديلي بيسز الديفرنت برودكتس والكاتيجوريز بتاعتها. في ريبورتس للامبلويز بنشوف الاوتبوت بتاعهم وال والوركينج بتاعهم البرودكتيفيتي بتاعتهم مينلي. وفي ريبورتس للسيلز واكروس بقى ديفرنت ريجنز, احنا عندنا اماونت اوف داتا كتيره جدا يعني في الريجنز في الكاستمرز الايج جروبس عندنا we're tracking من different domains ومن different sources كمان. اوكي, فده سامبل للريبورتس. اوكي طيب خلينا نركز اكتر, يعني احنا عندنا 3 ريبورتس تطلع من السيستم, البرودكشن ريبورتس والامبلوي ريبورتس والسيلز ريبورتس. احنا هنركز اكتر على السيلز ريبورتس, يعني شكل السيلز ريبورتس اللي كان بيطلع من السيستم كان بيكون شكله عامل ازاي. I'm sorry. للاريا بتاع الريبورتس بتاعه السيلز ولا ايه هي الاوتبوتس او ايه الريبورتس اللي بتطلع دلوقتي من السيلز. تمام, في حد عايز يسال سؤال؟ طيب السؤال ده السؤال ده كويس جدا. صح, الاحسن ولا الاحسن؟ طيب اللي بتقوله سبيسيفيكلي في الاناليسيس وان اوف ذا امبورتنت تكنيكس اسمه دوكيمنت اناليسيس. احسن حاجه الانيشيتيف زي دي سبيشالي الريبورتنج, لان الريبورتنج بيبقى عنيف, في ممكن صوره واحده بيبقى فيها قرب 150 فيلد عندي سكاترد, انا شايف حاجات بتقرا من داتا سورسز مختلفه وعنيفه جدا. فاحسن حاجه قبل ما اروح انيشيتيف زي دي اعمل دوكيمنت اناليسيس, ريكويست سامبل ريبورتس بدامي داتا تكون جايه لي قبلها باسبوع واقعد ابريبير كل الكويشنز على الريبورتس المطلوبه بالظبط. فلما ابقى رايح اول سؤال هساله لها ماشي حاسبها تتكلم ان هم عندهم ريبورتس كتير قوي, بس بعد كده بقول لها بالنسبه للريبورت الاولاني عندك اون ذا ليفت هاند سايد كان كذا, ده انتوا بتريبورتوا بيزد على ايه, وده بيقرا منين, وده ليه مطلعه بالفلاج الفلاني, وده ويكلي ولا ديلي ولا مونثلي, ونبدا نتكلم في ريبورت سبيسيفيك كويشنز which is definitely الدوكيمنت اناليسيس تكنيك اهم حاجه قبل ما تروح انيشيتيف زي دي. اي اجري معاك. طيب هي بقى هو ده برضو ده لعبه تانية من لعب الاناليست. هو انا رايح
سؤال من الاسئله، هو انت ايه اصلا اللي مضايقك في احنا بنقول ان هم الناس متضايقين، ممكن تكون الناس متضايقين عشان بيرفورمنس، يعني ذات يعني نفس الداتا سورسز وعايزين نفس الريبورتس وعايزين نفس الفيجوالز، هي مثلا شكرت في الفيجوالز جدا بس عندها مشكله في البرفورمانس، عندها مشكله ان هم مش سنترلايزد، يبقى انا اكشلي ممكن ما اغيرش في اي حاجه في الريبورت بس كل الموضوع جمع الداتا سورسز تقرب من مكان واحد، يبقى كل شغل داتا بيز ويعني من الاخر من ورا السيستم، وانا جاي بس اطمن انه الاكسسبيليتي بتاعتهم تكون موجوده. فالسؤال المفروض ان احنا كنا نبداه هو، هو انت ليه مش مبسوط من الريبورتس الموجوده؟ هي قالت لهم عندي ريبورتس كتيره جدا وشكلها حلو، طب انتوا ايه ده اصلا اللاين مانجرز ايه ده؟ هي قالتها في وسط الكلام انه كل واحد بيشتغل لوحده، فده معناه ان كل ريبورت بيطلع من داتا سورس شكله مختلف، فممكن تكون اصلا الكي بوينت بالنسبه لي حل الانيشيتيف دي كلها اجمع الداتا سورس في مكان واحد ويبقى ريبورتنج من داتابيز واحد مثلا على سبيل المثال. تمام، فجود تو تيبس جود يعني. اتفضل. احنا وصلنا النقطه بتاعه السيلز، سيلز اناليسز او السيلز ريبورتس. عاوز اعرف شكل الريبورتس اللي بتطلع عندكم من قسم السيلز بيكون شكلها عامل ازاي، الكرايتيريا اللي داخله الكولونز. هو في ريبورتس كتير قوي، ممكن اقعد افرجك على شويه حاجات، بس هم يعني في سيلز، يعني في سيلز ريبورتس كتير قوي مش هقدر اقعد اقولهم لك يعني. أوكي. يعني في سيلز ريبورت بالكونتري، بالكاستمر تايب، بالايج جروبس، في ريبورتس بتورينا الكاستمرز جايين منين، سيلز ريبورتس دي كتير قوي يعني، دي مش حاجه واحده. اوكي، يعني احنا هنا بنركز على الكاستمرز في السيلز واللوكيشنز بتاعتهم. يعني احنا دايما عايزين نشوف السيلز ترند عامله ازاي. اللي حصل السنه اللي فاتت ان احنا كان مثلا في كنا عايزين نفوكس على ايج جروب معين، وجبنا الداتا دي من ديبارتمنت واحد وفوكست على تينيجرز، والسكين كير برودكتس السيلز بتاعتها وقعت خالص. Okay. دي حصلت السنه اللي فاتت يعني. اوكي، يعني انا في السيلز ريبورتس بتاعتي بركز على الكاستمر، اقدر ان انا اعمل له جروبنج على حسب. لا، هي الريبورتس كتير قوي يعني، مش دايما على ايج جروب واحد. ممكن اسال سؤال؟ ايه الماركتنج ترند ليكم؟ يعني انتوا يعني عايزين تمشوا السيلز في ناحيه ايه يعني؟ يعني انت قلتي من شويه ان انتوا تركزتوا في حته تينيجر فما جابتش بالظبط. احنا حاولنا ان احنا نعرف السيلز وقعت السنه زي ما قلت لكم، اول سنه كانت السيلز كويسه قوي، بعد كده بدات تقل، فاحنا حاولنا نعرف ايه السبب ومش عارفين. وبعدين السنه اللي فاتت لقينا ان الايج جروب بتاعنا في الميك اب دايما التينيجرز، فهو فوكس على التينيجرز والميك اب، فبرده سيلز وقعت السنه اللي فاتت تاني، السنه دي يعني 2017، وسكين كير برودكت كلها وقع. ستيل في ترند اوف اوبن اندد كويشنز، ديد يو جيت ذات؟ فالترند اوف ذا اوبن اندد كويشنز، اي كانوت انسر، مثلا اي كانوت اسك حد عن ريبورت ايه هي الحاجات اللي انت نفسك تشوفها في الريبورت، هو مش هيسكت. الكولمز والروز يعني بقى بصوا ما بلاوي بقى. تمام، والتايتل بقى بتاع الريبورت هيبقى شكله عامل ازاي ولا اخر. فستيل نيد تو افويد ذا اوبن اندد كويشنز، اي نيد تو تيك ا ريبورت. يعني دايما الشخص اللي قدامك لو مش ستراكتشرد انت اعمله ستراكشرنج، ابدا معاه من الاول خالص. انا اي وونت تو توك اباوت الريبورت بتاع السيلز برودكشن بتاع اللاين مانجر اكس في الكوزمتكس كذا اوف لاين كذا، وابدا اتكلم معاه ات ذا توب اوف ذا ريبورت ايه اللي انت بتحب تشوفه. تمام، عايز اعرف اسم الريبورت ايه، ليه ات ذا توب اوف ذا ريبورت محتاج الداتا، محتاج التايم ستامب بتاع الريبورت ولا مش محتاج التايم ستامب، دي يو نيد تو برنت ات، يو نيد تو اكسبورت ات. نبدا نتكلم في الكولمز كولم. تمام، ابدا اتكلم الكولم ده بيتقري منين، بيطلع كل قد ايه، الداتا انتجريتي، الداتا نازله لانهي ليفل، ده بيطلع ويكلي مونثلي، محتاج تشارت انهي تشارت يبقى احسن. احنا النهارده برضو زي ما شايفين في ترند اوف ذا اوبن اند، لا وي نيد تو نقلل الاوبن اند. لازم في الاول قبل ما نسال على يعني انا سالت في الاول خالص على الاندستري، وبعدين المفروض نسال عن الماركتنج، وبعدين نبتدي نسال بقى على الاز السيناريو عشان مش هنفويد اللي انت بتقوليه خالص، بالعكس. لا انا قصدي الميتنج المفروض يبقى منظم بالطريقه دي، يعني انا شايفاها كده. الانترفيو المفروض يبقى منظم، افهم الاول الاندستري، افهم السيلز ترند رايح فين، افهم الماركتنج ايه هو الجول بتاعه، بعد كده اسال على الاز اس، بعد كده اسال البروبلم فين في الاز اس، بعد ما اسال البروبلم ابدا اخده للتو بي. هو يمكن عشان السيميليت في وقت قليل، بس هي ات سام بوينت لازم توقفيني بقى وتبتدي تمسكي الريبورت. ايوه عشان انا ممكن افضل اقعد احكي كده كلام عشوائي. أيوه. طيب تعالوا بقى ناخد تراي تو جو تو ا سبيسيفيك كويشن. اتفضل.
بوينتس محتاج اصلا عشان تقدر تفهم المشكله دي بالفورم ستراكشر. البوينت دي انك تسال في الاول اوبننج كويستشن خلال الاجابه الاتفاق تبدا تاخد بوينتس صح تعملها بروزنج صح. انا ده قصدي ان انا عملت كل لا نبعد عن تريند الاوبننج كويستشنز بس انا شايف ان بدل في الكيس اللي معانا احنا في بعض البوينتس الأول. انتوا الكيس بتاعتكم اصلا لازم تكون مبنيه على الاوبن اندد كويستشنز لانه الستيك هولدرز ار سيكريتيف بالظبط عشان الستيك هولدرز ار سيكريتيف مش عايزين يقولوا حاجه دي دونت فيل كومفورتبل اند دي ار فيري بيزي فانت يو نيد ان انت تريحهم تليتهم فيل كومفورتبل ده هم لكن انا الستيك هولدر اللي عندي النهارده ديستراكتد بيخرج بره السكوب whenever he mentions something he is expecting to see it في الريكويرمنتس بتاعتك وان هو يكون موجود عندك بكره فانا اي نيد بقى خلاص اقفل عليه وابدا اخد منه ريبورت وابدا اجمع ريكويرمنتس بتاعته ماشي. طب احنا ونيجي بقى تو اسك كويستشن يكون ريليت بقى بالريكويرمنتس نديك بقى اكتر في ريبورت. اوكي طيب شكل الريبورتس المتخيله دلوقتي عشان نشتغل على الكاستمرز هو هيكون الشكل المقترح المبسط ان يكون فيه كولون للكاستمر وكولون للايدج وكولون للكونتري. هل ده شكل ريبورت انا توقف؟ لا مش فاهم. سؤال شوفوا الديسكشن اللي حصل. اوكي هو سؤالها سؤال فقالت لها توقف مش فاهمين تمام. طيب هعيد شكل السؤال تاني. في دلوقتي شكل مقترح للريبورت اللي هيطلع خاص بالسيلز ان انا عندي كاستمرز معينين محتاج اقسمهم على حسب السن بتاعهم على حسب الكونتري على حسب الميديا اللي هم. طب هيطلعوا شكلهم عامل ازاي يعني الحاجات دي هتبقى معموله ازاي مش فاهم. هيبقى شكلها عامل زي تيبل كده اسامي الكاستمر والسن بتاعهم والكونتري بتاعتهم. انا عايز اقول حاجه انا كده ببروبوز سوليوشن قبل ما افهم يعني انا شايفه ان المفروض ان انا اسال المشكله فين اصلا يعني هي قالت المشكله ان الترند بتاعنا مشي غلط طيب الريبورت ده بيجي منين هو بتاع ايه اصلا يعني انا حاسه ان انا ببروبوز سوليوشن قبل ما افهم المشكله اصلا. ده 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 اقتراح يعني بتقولي انا حاسه ان انا بدات خلاص في الريبورت ابدا قبل ما ابدا افهم المشكله فده احنا اوريدي خلاص وي ديفايند ات لما جينا قلنا انه محدش سالها وانت عندك مشكله في البرفورمانس ولا عندك مشكله في ايه. في هنا بقى حاجه تحل اللي حصل ده دلوقتي. هي قالت له مرتين انا حاسه انا مش فاهمه اي نيد مور ديتيلز. احنا قلنا ان الراجل ده جيت ديستراكتد بسهوله احسن حاجه تبدا تعملها له هي ايه فيجوال ريبريزنتيشن تاخده على بورد على طول وتفيجوالايز كل حاجه هو بيقولها. هو اتكلم النهارده في كولمز ارسم له تيبل وابدا اتكلم في الكولم اتكلم على بابل تشارت ابدا ارسم البابلز وخده في حته البابل تشارت وهكذا. الراجل ده بيحب الفيجوالز اند جوت ديستراكتد بشكل سريع جدا. انت المفروض انك تبدا تموف طالما هي بدات تسالك تقول لك انا مش فاهماك تموف على طول تو انذر ميديا ما توصف لها شكل الكولمز وشكل الداتا بيز عامله ازاي موف على طول لطريقه ثانيه للفيجواليزيشن. اوكي يعني ممكن ارسمها في نوت ولا مثلا ترسمها لها في نوت احنا ندي تب يعني مش مهم دلوقتي بس ترسمها لها في نوت ايفن لو ما فيش الميديا اللي انتوا قاعدين فيها في هاش بورد ولا الكلام ده كله انت تقدر تفتح لها النوت بتاعتك وتبدا ترسم لها عليها وتكتب الفلاجز وكلام من تمام. مش لازم تبقى هي اللي هيحصل في الاخر يعني بس تو اندرستاند الفلو او الفيجوال. تعالى ناخد وان لاست كويستشن بقى منك. انا طيب يعني انا تهت عشان الاسئله من هنا ومن هنا فتهت. هو احنا لو في كورس اكشلي هنعملها 1 تو 1 يعني يعني لو في كورس بس عشان الميت اب وتايم يعني فلكن بعد كده المفروض اول مش عارفه انا في اخر حاجه في الميتنج بعمل ريكاب للي احنا قلناه يعني احنا اتكلمنا مثلا على نفهمت كذا وكذا والمشكله يعني وعارفه ان عندك السيناريو هو ان انت عندك ريبورتس بس الريبورتس فيها حاجات ناقصه فاحنا ممكن نكمبليت الريبورت والحل بتاعها هيبقى تقريبا سوليوشن هيبقى كده. لو عندك اي ادد بوينت عايزه تضيفيها ممكن نضيف في السوليوشن او في الريكويرمنت بتاعك. هو في حاجه واحده بس هم نسيوها او مش نسيوها هي وقعت في ضمن الدسكشنز هي راحت انطلقت في الاول قالت سيلز وبرودكشن وكلام من ده. موست بروبلي الكاستمر ده بيعمل لنا سكوب كريب في شركات ذيس تايب اوف كاستمرز فانا لازم على طول اقوم جايبه كده للارض وما قايل له احنا وي ار هير فور ذا انيشيتيف اللي بتتكلم على السيلز برودكشن ريبورتس اللي هم اكسبكتد يكونوا 6 ريبورتس ده بيزد على ار اف بي بيزد على بروبوزل
هما 6 ريبورتس تمام، هما التوب ريبورتس هما 1 و2 و3 و4 و5 يعني لازم اقول له انا جاي النهارده ليه، لما يجي يكلمني على ريسورسز يكلمني على برودكشن كده يعني حاجه ثانيه اقول له متاسف يعني مش انا بس مش عيب بس عيب اه لانه زي ما بقول لكم الفيس كاستمر بياخد انه طالما قال الحاجه اتس جرانتد او انت هتعمل الجوب دي فور هيم، فانا لازم على طول اقول له انا عندي سكوب ايشو معاك لازم نقفل ماشي. طيب نبدا بسرعه بقى السيشن الثانيه الريبريزنتيف بتاعها. بس اللي هي قالته صح الكاف الريكاب. انا عارف انا حته السكوبنج دي انا متخيله ان احنا قلناها في الاول يعني. هي اللي قالته في الاخر لو انا طلعت مش فاهم او تهت مثلا ممكن بعمل سكشن انا سكوب اه ممكن اعمل في الصمت في الاخر كنت على واحد اللي قالته في الاخر هي لازم نسامرايز ولو في اي ديبندنسز او في اي اكشن عليها لازم نقول لها انه انا هبقى مستنيه من حضرتك السامبل ريبورت يوم الاحد تك 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 تمام متفقين. وهو اللي قاله اصلا المفروض يتعمل في الاول يعني السكوب بتاعي انا جاي عشان 1 2 3 يعني ساعات انا بقول الاوت اوف سكوب بيبقى اهم من الان سكوب للاسف علشان ما نعملش هي على فكره الاس ار اس المتعرف عليها القديمه فيها السكشن الامور الكبير اللي بره ده اللي هو اوت اوف سكوب ده اللي هو أيوة. فيه تقريبا 16 18 صفحه والريكويرمنتس قد كده ليه لان انا ما بعملش مثلا انتجريشنز انا ما بعملش اوتو كوركشن انا ما بعملش حاجه أيوة. انا بعمل اللي تحت بس لانه لازم احط بروتكت مثلا مش سكوب كيف ضيع. طيب التانية الكومباني التانية هي كومباني عندها مشكلة كبيرة في التيكتس او الهيلب داسك يعني لانه الكومباني ليها فروع وفيها تقريبا 500 امبلي فيها 300 منهم بس بنسميهم بلو كولرز. بلو كولرز دول في الناس اللي اشتغلوا قبل كده مع ناس بتشتغل في المانيفاكتشرنج وكده اللي هو ليه بيسموهم بلو كولرز اللي هم اللي بيلبسوا المراية اللي هي بتاعت الشغل العمال يعني. البلو كولرز ما لهمش ايميل ما لهمش اكسسبيليتي على الابلكيشنز بتاعتنا فدي حالتهم تمام. طيب ايه مشكله بقى الهيلب ديسك؟ الهيلب ديسك بيستلموا كل يوم دوزنز اوف تيكتس لازم يعملوا لها سوبريت من ديفرنت بقى ميديا من باي فون مانيوال مشاكل كتيره قوي تمام وفي الاخر لازم يعملوا لها تراكنج ويحلوها. واكتشلي المشكله طبعا الناس كمان الامبلييز عندهم مشاكل معاهم لان هم بياخد وقت كتير قوي التيكت على ما تتحل وساعات بترجع كتير قوي لسه قبل ما تتحل. الستيك هولدر دي كده الانيشيتيف فاحنا اكتشلي وي ار هير تو ديفاين ا سوليوشن اور ان ابلكيشن تو دو مانجمنت فور ذا فور التيكتنج بروسس. الستيك هولدر نيرفس روت عنيف بيشتغل 24/7 ان هو الهيلب ديسك بيشتغل 24/7 على طول بيزي اند فيري سيكريتيف ما بيحبوش الناس فيري سيكريتيف ف وعنده مشكله او ديس ديبارتمنت بتاع الهيلب ديسك عنده مشكله مع الاي تي ديبارتمنت اوف دايركتور كده بس فاهمين اللي عايزين تو اناليست مش واحد تو اناليست لان انتوا يا اتفضل لازم اتحكم لازم ابقى اجريسيف دلوقتي لازم تبقى اولا ليه اخترنا هنختار ليه انترفيوينج مع الناس دول لان هو مجموعه المشاكل اللي موجوده دي محتاجه ان انا مثلا سي سيرفيس ديسك مثلا تيم محتاج اللي هو زي ما حضرتك قلت الاوبن اند كويستشنز اللي انا محتاج اعرف الديتيلز كلها بتاعه المشكله بتاعتهم جوه البروسيس جوه الشغل بحيث ان انا اقدر اساسا ابروبوز سوليوشن اصلا عشان احط سوليوشن للمشكله لازم اكولكت اعرف المشكله الاول بالتفصيل وبعد كده ابدا احط زي سجستشنز كده او سوليوشن معين بيست على المشاكل دي اقدر احلها ازاي. حد شايف سبب تاني دي في اختيار الانترفيو؟ طيب تاني عنده وجهه نظر. طيب انا كاناليست
ما كنتش هستخدم انترفيوينج. هي كده اتس ا كويستشنير موست بروبابلي اي جو فور ا كويستشنير كويستشنير تو بي سنت تو هيم موجود فيه الكويستشنز على سبيل المثال ايه انواع التيكتس اللي بتقابلها كل يوم فاينلي بتديفاين ازاي السيفيريتي بتديفاين ازاي البرايوريتي بتاعت التيكت تمام السولوشن بيبقى مكتوب في قد ايه تكتبه في الميل كم عدد التيكست اللي انت محتاجه very into the point questions and let him ليه بقى انا بقول ليه كده which might be wrong يعني انا بقول كده لانه الراجل ده اصلا شكله بيتعامل مع الماشين بيحبها اكتر مني يعني هو تعامله مع الماشين مور فريندلي فممكن يكتب لي piece of information جوه الشيت او جوه الكوتشنير احسن من انه يقولها لي تمام بس انا مش اوير بكل حاجه في الورك فلو عشان اعرف اقول له التكست بتجي لك امتى او شكلها ايه فانا محتاج اعرف التفاصيل دي ما هي دي تفاصيل ممكن اكتبها له يعني اقول له when you receive the tickets define the number of tickets الراجل ده بيحب قوي الارقام يعني لو سيرفيس ديسك لو سالتيه ايه عدد التيكتس بيوصل لك كل يوم اسمه ايه ده بتوصل لك من الساعه كام للساعه كام انت كل يوم بتحتاج تشتغل 24/7 ولا بتبقى انتوا شفتات ايه النظام محتاجين نعرف اسمه ايه ده ايه انواع التيكتس اعملها لي كاتيجورايزيشن هل هم كلهم تكنيكال ولا نون تكنيكال ولا ريسورسز ولا ايه كل الكلام ده ممكن يجاوب لك عليهم كده وهو على الماشين بسرعه جدا جدا فانت ممكن تاخدي انفورميشن منه احسن بكتير قوي هو بيتعامل مع الشيت او مع الماشين بتاع ككويشنير عن انك تقعدي معاه فيس تو فيس هي تنس تو بي سكريتيف فهو ممكن يقول لك احنا عندنا تكنيكال عندنا على سبيل المثال اتش ار ريكويست بنحل الايشوز التكنيكال بتاعه اللابتوب ويمس 2 3 لكن هو بيتعامل مع الماشين هيحس بالريسبونسابيلتي كانها تيكت اصلا ليه فهي هاز تو انسر كل الكويشن او الكويشن بشكل بروبر فهيكتب لك كل الكاتيجوريز يعني ده يعني this types of characters هيكتب كل الكاتيجوريز لو حتى لو هي open ended يعني هو حتى يعني مش open ended انت تسأليه بتقولي له ايه الكاتيجوريز اللي بتتعامل معاها per day فهتلاقيه هو مرصصهم لك كده كلها if you don't have the categories written try to give me مثلا 10 samples of the tickets هيفرح قوي واخد 10 من الايميلز وما قتتشهم لك ومرميهم لك هو مش فاضي لك اكتر انه يقعد معاك ده هو مشكلته اكتر مع البني ادمين انت ممكن لو ابتسمتي او ان انت ممكن تكوني تبريك ذا ايس بتقولي له حاجه نكته كلام من ده يبص لك يا ها بقى ضيعت لنا وقتنا معاك موقف وقال لك مشكله مش بالمصدر يعني انا هو كان متعصب جدا وانا بحاول اخليه لك ابتسم قال لي لا على فكره مشكله مش بالمصدر بس يعني انا ايد جو فور تيستينج باي انذر تكنيك ولما ما يبقاش sufficient او effective اموف للانترفيو بس انا in this situation I'd like to start by questionnaire وبعد كده اقوم رايح للانترفيو عن نفسي وكل واحد حر for a start لكن كده انا لازم اروح للانترفيو ممكن تروحي الانترفيوينج بقى تو فاليديت يعني تروح تفاليديتي ببروتوتايبنج بقى الراجل ده ممكن يقوم يعني يحضنك كده يحضنك لو يا سلام لو شاف الراجل ده حزين قوي مزربل فانا النهارده جمعت منه شويه حاجات بالكويشنير او مستخدم التكنيك اللي بعده ايه بروتوتايبنج ارسم له التيكت والباتنز اللي الناس هتدوس عليها وبص حضرتك الداشبورد بتاعتك هيبقى شكلها جميل ازاي هتقدر ترد في دقيقه بص ازاي بقدر اعمل ارتفيشال انتليجنس واجمع لك كل التيكتس اللي من نوع كذا والى اخره الراجل ده ممكن يقوم يحضنك ليه بقى انت حليت له مشكلته انا بقول له ده هيبقى اون ذا جراوند فبروتوتايبنج يبقى ايه بس مش دي حته يوزر اكسبيرينس ديزاين البروتوتايبنج ملوش دعوه باليوزر اكسبيرينس ديزاين البروتوتايبنج ممكن في الاخر ارسم كده على ورقه شويه قلم بالرصاص سكتشنج كده اقول له بص شكل الفورم شكلها عامل ازاي فاقول له كل الناس هتسبميت ثرو ذس فورم وهيوصل لك الريكوست كده وادي عدد التيكتس اللي اوبن عندك في الترانسفيشن انتليجنس دي اسمه الكوماندر سيستم الراجل بقى ساعتها هيحس بايه حاسس ان انت ساعدته ممكن ساعتها يبدا بقى ايه يقول لك انا اي نيد تو ريفاين دي ممكن تزود لي كاتيجوري زياده اقول له ابدا باخد الهيدن ريكويرمنتس منه انترفيوينج بقى دخل جوه بروتوتايبنج يعني انت كنت بتعملي بروتوتايبنج فهو يوقفك عند حته وما قال لك طب ممكن ازود هنا كاتيجوري طب ممكن تزودوا لي فيلد اسمه سيفيريتي مع البرايورتي طب ممكن تزودوا لي يقدر يقعد هيز لاين مانجر يبدا هو الريكويرمنتس هي عماله بتطلع منه بس تطلع منه من غير ايه هو شايف انك مش هتساعديه في حياته باللي انت جايه تعمليه هو مش شايف كده بس. طب انا ممكن اطلب منه زي ما طلبت منه سامبل من التكست ان هو يعمل لي سكرين شوتس من السيستم لو في سيستم الراجل ما عندوش سيستم ده واحده من ضمن الحاجات المكتوبه هنا ان الراجل ده بيريسيف التيكتس ثرو مانوال ثرو ايميلز ممكن على الواتساب بالليل اي حد بيجي له يقف قدامي يقول له عندي مشكله مش عارف افتح جهاز عندي مشكله التابلت بتاعي باوز اللي باخد عليه بعد عليه
هكذا يعني. ماشي طيب يلا نبدا اول كويشن. اول كويشن التيم ال هيبتدي بالاي تي. احنا قلنا قلنا الستيك هولدرز بتوعنا مين اللي احنا هنحتاج نتعامل معاهم. قلنا الاي تي مانجر, وقلنا حد من الامبلويز من السيرفيس ديسك تيم, وحد يكون يعني سينيور, وقلنا كمان ممكن حد من البلو كولر امبلويز. جميل. طيب تعقيب الاي تي مانجرز مش هينفع يقعدوا مع الاتش ار. يعني اول غلطه ان احنا نجيب البلو كولرز اي داوت, لان البلو كولرز دول ممكن نعمل لهم اوبزرفيشن تكنيك بس ما نعملهمش انترفيو. البلو كولر ده راجل واقف عامل اول ما نتكلم على البلو كولرز, ده راجل واقف بيكسكيوت على مكنه. وهنبقى نتكلم لما نيجي نتكلم في الاوبزرفيشن, احنا مايلين في حاجات في الاوبزرفيشن عمره ما هيقولها لك, منها ان انا قلعت ان انا بلبس جوانتي كبير في ايديا. فانت الف ب ده بيلبس جوانتي كبير في ايديا, لو حضرتك عماله بتاخدي منه انترفيوينج هتكتبي له ان انا عندي ابلكيشن جميله فظيعه هدوس على 15 تاب وهو لاخره. ازاي بالجوانتي؟ كل مره هيجي يعمل الاكشن ده يقلع الجوانتي ويروح يدوس ويرجع تاني يلبس الجوانتي. ديفينتلي لا, انا محتاج ابلكيشن فيها زرارين كبار قد كده قد التابلت اللي فات كده وكده. فده اوبزرفيشن. الاوبزرفيشن بيطلع من الناس دي بالطريقه, لازم اقف جنبه اشوف هو بيعمل ايه. هينسى في البروسيس بتاعته انه يقول لك حاجات كتيره قوي. ما انا كنت متخيله, انا عايز اعرف ايه انواع البروبلمز اللي بيضيفها بحيث ان انا اعمل لها ديفينيشن, فيبقى السيستم بتاعي عباره عن ان هو يبريس او يختار نوع المشكله بس ويدوس يعني. ماشي. هنا بقى ليه بقول كمان الاوبزرفيشن اكتر. انا لو عايش مع الراجل ده عايز اعرف المشكله الكونتكست بتاعها كان في ايه. يعني الراجل ده وهو واقف بيدور الماشين على سبيل المثال حصلت له المشكله, فديو اكسبكت ان انت هتدي له اي سولوشن من السولوشنز يفتح له فور يدخل دلوقتي المشكله, ولا برده يستل ني انه يجري ويروح يقول للراجل مشكلته. فالسيفيريتي هنا وطريقه الداتا انتري بتاعه المشكله هتخليني اصلا اغير السولوشن بتاعي. ممكن يقول لك ما فيش فورم, انا ما ينفعش افتح فورم انا واقف جوه المعمل بتاعي او واقف جوه في وسط ماشينز, معيش اصلا لابتوب, معيش غير البي دي اي على سبيل المثال اللي انا بتراك عليه مثلا باوبريت منه الماشينز. هتعملي ايه بقى في السيتويشن؟ ما تقدريش تعتمدي على موبايل اب, ما تقدريش تعتمدي على ازاي اقدر اخد ده. ممكن فويس ريكوجنيشن, يبقى معاه مايك يقول انا عندي مشكله في المكان الفلاني دي اي نيد سمون. كتير من الاماكن لو حد راح منكم مصانع ستامبرجير الحته دي كلها هم واقفين كلهم لابسين مايك كده اهو لوكيشن اكس كذا 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 في مشكله, هو بيوبريت بالطريقه دي. والمشكله دي اكشلي بتدخل كانسيدنت في ساعتها باي فويس لناس لتيم, فانا ساعتها مش هيبقى عندي فورم اصلا. فالبلو كولرز مش هقدر اعرف منهم غير لما انزل كده واتفرج كده والف لف جوه المصنع واشوف الناس دي بتوبريت ازاي, فساعتها اقول لهم لا ده لازم فويس لازم اوديو تكت. ماشي طيب. فاول كويشن ده اول ماشي من غير ما بريك ذا ايس. لا خلاص احنا هنتعلم الف دي طبعا. الناس دول اللي هاف تو بريك ذا ايس, بس ما تبريكش الايس قوي زياده عن اللزوم عشان هو اصلا مش طايق يعني عايزك تخلص وتقوم. طيب ايه اقصى عدد من التيكتس هو مين اللي الستيك هولدر اهو ما ضحكنيش دلوقتي بس اوكي اوكي. ايه ال ماكسيمم نمبر اوف تيكتس السيستم او البروبوز سيستم ممكن يهندلها بير مثلا بير اور, وفي لود اوف تيكتس موجود في خلال اليوم ممكن بير اور ماكسيمم نمبر اوف تيكتس السيستم كان هاندل كام. طيب في عندي نقطتين. لازم يبقى في اي كونتاكت برغم ان هو مشغول. هو الراجل ده مشغول غصب عنه, في تيكتس عماله بتوصل له دلوقتي, في ناس بتصور تحت في المصنع محتاجين يرد, فاكشلي هو على طول قاعد مشغول. فانا لازم حتى لو هو قاعد مشغول لازم احسسه ان في اي كونتاكت او ستيل ذير, انا هسمع. ده رقم واحد. رقم اتنين يو بروبوز ان في سيستم برغم ان ده مش مكتوب في البتاع, مش مكتوب في ال انا اللي فهمته ان في مانجمنت اوثنتيكيشن ومكتوب في السيستم بتاع بيقول ان الراجل ده بيريسيف ثرو ديفرنت ميديا منها الايميلز, فمفيش سيستم. هو الراجل ده اصلا مشكلته انه مفيش سيستم تو تراك, مفيش سيستم تو مانج. فانت يو بروبوز ان بروبوز هو بيسال على السيستم اللي هم هيعمل بروبوز سيستم, بس هو سؤال يمكن دخل في اول حاجه اصلا الراجل ده هل الراجل ده يعرف ان في سيستم هيتعمل ولا ما فيهاش سيستم هيتعمل. يو كان جنرالايز ذا كويشن هاو ميني How many number? I'm sure IT. الراجل ده بتاع السيرفيس ديسك هتسأله how many number of tickets expected per day. بس
لو انت عايز لو مجهز اسئله تانية للسيرفيس ديسك مش نفس الاسئله. اه تمام. عشان احنا قلنا احنا هو هيتكلم مع انا يعني هم حضر اسئله الاي تي مانجر وانا اللي هتكلم على سيرفيس ديسك. اوكي سوري هنتكلم دلوقتي على السيرفيس ديسك. اوكي انت كبيت على السيرفيس ديسك فممكن تبدا بكويشن تاني. اوكي ازي حضرتك؟ ممكن اخد من وقت حضرتك 5 دقايق انا عارفه حضرتك مشغول ولودد. اتفضل. طيب احنا كنت بعت لحضرتك كويستشنير وحضرتك رديت عليا وافدتني جدا وعرفت ايه انواع التيكتس اللي بتجيلك وايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك وكمان بعت لحضرتك بروتوتايب وحضرتك اديتني كومنتس فانا كنت عايزه ديسكاس الكومنتس ديت واشوف قد ايه اللي انا بعته دوت كان مفيد ليك. حضرتك مشغول دلوقتي تحب لا انا اجل معاك على الايميل فمعلش انا عارفه ان حضرتك لودت يعني بس احنا بنحاول نلاقي سلوش عشان حضرتك نخفف اللود من عليك شويه فحضرتك تقصد يعني ايه بقى الكومنتس او ايه اللي ممكن يعني الكومنتس على الـ على الـ على البروتوتايب اللي انا بعته لك يعني انا حاولت حضرتك شفت شكل السكرين اللي انا بعتها والباتنز ما لحقتش ابص عليها بعتها على الايميل لا ما لحقتش ابص عليها. طيب هي معايا دلوقتي على اللابتوب ممكن اوريها لحضرتك. اوكي تمام. هو احنا المفروض قلنا ان احنا هيجي لحضرتك التاكتس هنا وبكل انواعها بالسيفرتي بتاعتها الحاجات الهاي قوي فممكن حضرتك تشوفها على طول لو حضرتك دوست على البتن ده فيجي لك الحاجات اللي فيها مشاكل والسيفرتي بتاعتها عاليه كمان هيبقى فيه منها حاجات فويس. مين اللي هيحدد السيفرتي بتاعت التاكتس دي؟ هو بناء على حضرتك يعني بعته واحنا كمان سالنا الناس الامبلويز فعرفنا ايه اغلب المشاكل اللي بتجيلك ممكن حضرتك تفيدني كمان انا ممكن يعني تريس معاكي المشاكل تبقى دي تبقى هبله قوي يعني وتجيلي وهي اصلا موجوده في كل حته يعني يعني حضرتك معروف حلها يعني ما يعني مين اللي مش هو ده اللي هيحل المشكله ان انا بعمل كل حاجه ما هو حضرتك احنا هنحاول نهندل الموضوع علشان ما يعني تشتغل في الحاجات السيفرتي بتاعتها عاليه بحيث ان دي هيبقى الامباكت بتاع على الناس هيبقى احسن الناس اللي هي متضرره او محتاجه حل المشكله ده ما كل الناس شايفه التيكس بتاعتها اهم حاجه ما هو دي المشكله اللي عندي طول النهار وتليفونات بقى وايميلز و خلاص بقى والله يعني انا متوقعه ان احنا لو قسمنا الدنيا شويه باهميتها الناس كمان هتبقى يعني هيبقى ده مرضي للناس فممكن نجرب ممكن حضرتك تقول لي برده ايه اكتر حاجه بتبقى كومن وبيجي لك وبتبقى فيها مشاكل وتساعدني في السيفرتي دي ممكن اخد من انبوت من حضرتك. خلاص هبعتلك. طيب حضرتك يعني شفت شكل اليو اي اللي انا بعته شايف ان حضرتك ده هيفيدك وشايفه مريح بالنسبه لك يعني انا ان يبقى في تقسيمه الحاجات الهاي سيفرتي تبقى هنا على الجنب حضرتك هتفتحها في منها حاجات تكست وفي منها حاجات اللي هي بتيجي من العمال هتبقى بالفويس نوتس فحضرتك يعني هتسمعها. اوكي تمام. بس وهنا الحاجات اللي هي لو سيفرتي حضرتك ممكن هتبتدي بالحاجات دي الاول وبعدين الحاجات الميديوم واللو فده هيبقى دايما بالنسبه لك الدنيا مترتبه. ما هو في تيم معايا هيجي لي كل التيكت؟ لا لا هتتقسم يعني بعدد التيم بتاع حضرتك فهيتقسم كده يعني ايكوالي فتمام فالسيستم هيهندل الموضوع ده مش حدش هيكلمك كل شويه انت التكست هتتقسم عليك هتتقسم عليكم بالتساوي الحاجه هتبقى متقسمه بالبريوريتي والسيفرتي فالدنيا شويه هتبقى ملمومه ومش هيبقى فيه انترابشن كتير بدل ما كل شويه تليفون وايميل واس ام اس فرأي حضرتك ايه ممكن لو حضرتك عندك اي كومنت شايف ان ده مفيد او هو كده كده ما حدش هيستعمله البلو كولرز مش هيستعملوه ما عندهمش ايميل اصلا ما عندهمش لا مش حاجة. ايميل احنا قلنا ان كولرز دي مع الاي تي انا اسفه والله مش قادره اقلد ذوق قدامك هو قال لك على حاجه وفيها ديو او قال لك هبقى ابعتها لك احنا لازم ناخد على طول الديو ديت امتى افولو اب امتى ده رقم واحد. I don't know.
كنت لسه عايز اقول اصلا الحته دي كان كومن قوي فكره سوري يعني فور ذس ان في ناس مش عارفه البيزنس بتاعهم بس السيفيريتي والبرايوريتي دي اكتر حاجه بنتخانق عليها. هو كل بني ادم في طبيعه الحال شايف ان كل حاجته سيفير اند برايوريتي بالنسبه لي يعني عايزها دلوقتي تصرف دلوقتي. فمين اللي حدد السيفيريتي والبرايوريتي؟ ذس از سمثينج يعني في بقى في سيستمز بتعملها باي ارتفيشال انتليجنس وفي بيخلوا المانجر بتاع التيم هو اللي يحطها وحاجات زي كده يعني. فعشان كده هو محموق قوي من فكره ان السيفيريتي دي مين اللي يحطها غيري، ما كل الناس شايفه ان حاجتها مهمه. تمام. الحاجه المهمه قوي انا قلت لك ده منك يعني انا عملت اسامشن بناء ان انا عرفت الاندستري عامله ازاي الانترفيوز ايه، فانا عملت اسامشنز وقسمت الحاجه دي افكتيف يعني بالعكس يعني كان عاجبني عشان كده سيبناه اصلا يكمل يعني مفيش انتربشنز لان انت اوريدي عملت يو ديد يور هوم ورك. هي بس الحاجه الوحيده انت كنت محتاجه تقولي له ان احنا وي ديد ران ان انترفيو مع الاي تي قبل ما نجي لك عشان نعرف الناس هتدخل ازاي على السيستم، لان هو اول مشكله عندنا في السيستم ده ان الاي تي عندهم مشكله ان هم يدخلوا بلو كولرز عندنا على الابلكيشنز اصلا. طيب ما هو الراجل ده هيفضل شايف طول عمره حياته هتجي له مانيوال او هتجي له ثرو ايميل او واتساب، فديفنتلي لا انا اي نيد ا سولوشن. عشان كده قايل لك المشكله دي مع اسمهم يحلوها معاك، فانت قولي له اوريدي وي سولف دي خلاص وهيقدروا يدخلوا على الابلكيشن وهيك بكره هتجي لك الحاجه بالشكل الفلاني، لان هم يعتبروا هم الكي بيرسونز. انا عامل 300 امبلي اوت اوف 500 بلو كولر، فهو مشكلته الاكبر مع 300 مش مع 500 مش مع 200 الباقيين. بس اوكي بس حلو ان انت وريت البروتوتايب. يعني ده ذاتس فيري جود ان انت وريتي له البروتوتايب. انت قلتي له ان احنا عملنا ريسيرش وبعتنا لك كوتشنير وقلنا انا مقتنع انه الانيشيتيف المفروض ترام بالطريقه دي انها تبدا بالكوتشنير وبعد كده اجي اوري له حاجه فيجوال. انا خدتها منك يعني كنا بنعمل لا 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 انا اعتمدت على ده وقلت ان هو الراجل اداني انبوت ورد عليا، فانا يعني اي كونسيدر ان هو عمل كده وحاولت اعمل يعني اي بروبوز دي يعني يعني بروتوتايب وجهزته معايا ويعني فبحاول ان هو actually we try to simulate مثلا two types of stakeholders which is definitely endless. يعني احنا بنقابل endless types of stakeholders. يعني الناس اللي ليهم كان في نفسنا ان simulate حد تاني راجل CEO قد الدنيا وعنطوس كده وقلنا كفايه على 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 اميره غير كده، بس بنقابلهم كتير قوي اللي بيبقى داخل تحس ان هو راجل مشغول جدا بس مش مشغول اوت ان هو مشغول، هو مشغول عشان هو CEO. انا كنت بقترح اصلا يعني ان انا لو ينفع اعمل معاه الميتنج ده بره شغله يعني بره المكتب بتاعه. يعني بس برضو كان هيجي، بس انا برضو كنت همسك الموبايل. لا بعيد عن كده هو بقى كان هيشتمنا ازيد. انا اقول لك انا بشتغل 24/7، انت عايزه كمان تكلميني في الشغل اوتسايد ذا وركينج اورز؟ ده انا ساعتين كده يعني فرفشه شويه دي ساعتين اللي في حياتي. ريكويست مثلا ياخد حتى اجازه يوم مثلا يبقى فيه ليش بين بوس اجازه ساعه كده بس بجد لطيف قوي يعني حاول. دي كلها هذا اقل ستريس على الروت. احنا نسيميوليت انترفيو ونوريكم مشاكل بتحصل بجد في الانترفيو، حد رود حد ديسابوينت من حاجه ولا اخره، وانت ازاي هتقدر تهندل ده. تمام. مش از اكتشلي يعني اندلس زي ما بقول لكم سيتويشنز وي كان فيس ان ذا انترفيوز. ف ديفنت يعني المفروض ان احنا البلان بتاعتنا انه يبقى فيه بعد كده سيشنز تريننج على الانترفيو تكنيك ونسيميوليت بقى كل الكيسز، سيميوليت حاجات كومبلكس ولا اخره. فده من ضمن الحاجات ان شاء الله في الاوبجكت. فاحنا سعيدنا بيكم، والحاجه الثانيه ان احنا هنشير معاكم كل التمبلتس اللي احنا اتفقنا عليها. كان في سؤال جالنا في البلاي كده الاسئله التكنيكال ما ساعدتش اصلا. لا احنا 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 المينلي البوينتس اللي احنا كنا عايزين نسيميوليتها في دي هي اول حاجه ان هاو ار جوينت تو بريك ذا ايس، ازاي هتقدر تتعامل مع الرودنس ومع الاي كونتاكت ومشاكل. تمام. which is actually الحاجه اللي كانت نفسي نسيميوليتها بس انتوا كلكم ما عملتوهاش زي ما مكتوبه تحت، بليز تيك نوتس. انا كنت عايزكم تاخدوا نوتس بيزد على الانسرز عشان انالايز النوتس ناخدها. انا عندي مشكله يعني انا عندي مشكله مع النوت الفلانيه دي انها فيري هاي، انت هتفتكرها ازاي ما خدتش فيها ديو ديت، فكنا محتاجين النوتس. على العموم احنا هنشير معاكم برضو نوتس تمبلت و ريكوايرمنت. كنت قلت لي في اخر السيشن في حكايه اللي هو كنت سالتك انا مثلا في سؤال كان اتسال، احب بقى اي حد من الـ من الاناليست الحاضرين يعني يجاوبوا انه ندخل يعني هو عايز يعمل شيفت كارير وعايز يبقى اناليست، يعمله ازاي؟ محتاج ايه؟ مين مالك؟ اوكي ماي، اي حد اي حد اي حد شغال اناليست اصلا داخل ازاي كارير؟ ماي
لا هو بالعكس احنا شايفين مي انه حد مناسب او حتى اميره. انا مي كان كواليتي كواليتي ليد وبرنسبل و انا بعد كده شي سويتش تو اناليسيس. انا اكشلي كنت ديفلوبر فور 2 ييرز اونلي وبعد كده سويتش تو اناليسيس فمن بدري يعني ما اعتبرش عملت شيفتنج كارير يعني سوفت وير ديفلوبر سوفت وير ديفلوبر بس فممكن مي تقول لي لا بس انا فاكر حاجه سبيشال قوي في اي تي ريكس كنت شغاله حاجه ليها علاقه بالاناليسيس شويه وبعد كده دخلت برودكت معين تبع الشركه فعملت اناليسيس لحاجه انترنال الاول بعد كده عملت شويه فانا مش فاهم يعني هو جنرالي سبيكينج الكواليتي لو بنتكلم على الناس يعني الكواليتي اكتر ناس بتروح للاناليسيس وده مش حاجه وحشه او حاجه حلوه. الديفلوبمنت او الناس اللي شغاله تكنيكال دايما عينيهم بتبص ضيق قوي بتبص مش حاجه وحشه فيهم هم لازم يكونوا كده بيبص على الفانكشن اللي هي نيدز تو ديليفر وممكن ما يكونش فاهم اصلا مين تاني هيشتغل بعده الا لو انت قلت له انه في انتجريشن بوينت مع حد تاني من الاخر وده حقه. الكواليتي لا الكواليتي ده اصلا بيعمل التست كيسز بتاعت كل السوليوشن وبيعمل سيناريوز اند تو اند فهو دايما بيفكر جلوبال ده هو اللي بيشوف اخطائه يعني هو اصلا الكواليتي بيدخل للاناليست بيشوف اخطائه انت في هنا انكمبليت ولا كده فعشان كده دايما الكواليتي لما بيدخلوا ما شاء الله بيبقوا اشطر كمان كتير من اناليستس موجودين لان هو شاف من اول الديفلوبمنت وكان بيعمل السيناريو انتو عندها على السايكل كلها اصلا عندها سايكل فعشان كده الكواليتي انجينير يعني هو احسن حاجه ان يبقى عندك باك جراوند يعني اشتغلت اي تي يعني اشتغلت سوفت وير مش دايما بقى عشان انا كنت عايز اقول انا اصلا كمبيوتر ساينس باك جراوند بس انا عايز ادخل في البيزنس اناليست اسمه بيزنس اناليست ملوش دعوه بالاي تي لان في بيزنس اناليستس في البيزنس في بيزنس مختلف هو بيترانسليت ما بين البيزنس لايف انت حاطه اسامبشن ان ماي اوتبوت از ا تكنيكال سوليوشن. البيزنس انالست ممكن يكتب دوكيمنت يديفاين فيها بروسيس اند تو اند من غير ما تديفلوب اصلا على اي سوليوشن يقول لهم انتوا بس محتاجين لما تصحوا الصبح لو سمحت وانت داخله بيقول لزميلتك انك بتشتغلي في كذا بس ما تعملوش سيستم السيستم ويل بي ا ويست اوف تايم. فالبيزنس انالست مش لازم يطلع بروسيس بس مش لازم ممكن يديفاين بروسيس ممكن يحط البيست براكتسز جنب بعضها ممكن يقول لهم يروحوا يشتروا سوليوشن من بره خالص بينظم مواعيدهم ممكن يقول لهم السيلز بتضرب يا جماعه البيزنس انالست هيعمل دوكيمنت ان السيلز بتضرب عشان انتوا بقالكم سنتين مثلا بتبصوا على السكين كير خلاص which is actually to need مثلا البيبي كير انتوا سايبينه وهو ده البومينج دلوقتي في الماركت والناس بتستخدم تولز كويسه جدا. هو الراجل ده عمل اناليسز وطلع في الاخر بالسوليوشن ده. فالبيزنس انالست مش لازم يطلع تكنيكال سوليوشن مش لازم يطلع ابلكيشن في الاخر خالص بس عشان كده بقول احنا دايما بنبص له كده علشان احنا في الاي تي في الاي تي سيكتور هو الاي تي سيستم اكبر من حاجه اسمها بزنس انالست. ده حاجه ثانيه اي تي بزنس انالست انا قابلت ناس بيعملوا هم طبعا اسمهم انالست كبار او بزنس انالست مثلا بيشتغلوا في السيكتور بتاع نوليدج بيس او بيشتغلوا في الريبورتنج. الراجل ده ما يعرفش كلمه في التكنيكال. الراجل ده طول عمره بيشوف ريبورتس موجوده على اكسل شيت ولا غيره ويقول لك الريبورت ده ايفكتيف ولا مش ايفكتيف يعني بص كده عليه يقول لك ده ايفكتيف ولا مش ايفكتيف اوت اوف هيز اكسبيرينس او اوت اوف هافينج بقى دوزنز اند دوزنز اوف ميتينجز مع ناس كبارات ذاتس ات. وما يهموش انت هتاوتوميته على ايه. والله لو بكره عملته على اكسل شيت اعمله على اكسل شيت. في النهارده ناس على فكره يا جماعه بتشتغل على اكسل شيتس وما شاء الله الماركت بتاعها عامل كده مش محتاجين سولوشنز اصلا. أيوة. فالبيزنس انالست هو كل اللي محتاجه ريبورتنج تكون البيعه متباعه واحنا فيها فانت لازم تروح تعمل السوليوشن. بس انا سام تايمز بروح زي عندنا في الانيشيف كنا شغالين فيها هم دي ار يوزنج سيستمز فيري افكتيف. والله الاكسل شيتس اللي بيعملوها عنيفه جدا وشيرد بتوين التيم اللي شغال ما فيهاش اي مشكله اكستريملي ديتيلد رائعه. لكن المشكله فيه ان احنا وي نيد تو ديفلوب بشكل بتاع لاسباب اخرى. بس الحد ده هو يعني هو بحس ان هو دومين اكسبرت وبعدين ابتدى يشتغل كده يعني مش يعني طيب ده هيخلينا نخرج بقى ونقول اصلا البيزنس انالست ده بيدخل ازاي. انت بتدخل الاول كبيزنس انالست بتفضل قاعد شغال في الماركت حولك تدخل ازاي ما انت الماركت بس يعني بتدخل كبيزنس انالست بتقوم بالاليسيتيشن وريكويرمنتس جازر دوكيومنتيشن والكلام ده كله. اي حد يا جماعه بيدخل كبيزنس انالست في الاخر وتبقى سينيور ليد وات ايفر وتفضل ماشي في الاخر عندك حاجه من الاثنين يعني اما هتبقى دومين اكسبرت ما هو يعني ما انت مالكش ثالث اما هتبقى تنين في البيزنس اناليسيس بس كلهم بيروح يا كونسلتنسي يا دومين اكسبرت. وهما الاثنين قريبين جدا من بعض ما يعني اسالك وات ذا ديفرنس يعني هو بيجي بعد 15 20 30 سنه بيشتغل بعد كده يفجر ده ان هو اشتغل على 15 ابلكيشن بانكينج فديفنس خلاص هاخد سيرتيفيكت في البانكينج وابقى كونسلتنت او ابقى دومين اكسبرت في البانكينج بس
اوت اوف ان انا زهقت ان انا ادخل جوه دومين جديد اقعد اقراه، انا اكشلي بقيت اكسبرت في الحته دي فبيروح للدومين اكسبرت. فهو دي ده التطور الطبيعي بزنس انالست. طب اللي عايز بقى يبقى كونسلتنسي بقى هي دومين اكسبرت في الاخر. انت ممكن تعمل كونسلتنسي ان هو ده دومين اكسبرت، يعني في الاخر دومين اكسبرت هو بيدي كونسلتيشن سيرفيسز الاثنين واحد يعتبر. ادخل ازاي للاناليسز؟ هنا كان بس في خلط ان في حد قال لي قالوا له اقرا في الداتا اناليسز. داتا اناليست يعني بقى فاهم بروجرامينج وخدت لغتين دلوقتي وتالتة. ايه لغتين؟ بايثون برضو في الداتا اناليس. طيب في ناس هنا دي حياة اميرة كانت ليد وصلت لليد في الديفلوبمنت وبعد كده شي سويتش تو ذا زي اناليس. لا ده مش ريكويرمنت خالص اللي انت طيب الداتا اناليست is a specific type of the analysis. بيعمل داتا اناليسيس فغصب عنه لازم يبقى فاهم التولز ويبقى فاهم شويه بروجرامنج علشان يقدر يعمل فيجواليزيشن منها بتستخدم بايثون وغيره. تمام؟ لكن ده سبيسيفيك تايب. انا بشتغل اناليست وماليش دعوه خالص ببايثون ومش شغال في الداتا اصلا. هو ده داتا ساينس. ده داتا ساينس ده قصه تاني. داتا ساينس مع العلم بس الكوره بتاعت الداتا ساينس هي النهارده مش ديفايند مين بيعمل مش بس الماركت كله في داتا اناليست وفي داتا ساينتست وفي داتا جوروز. يعني بقى عندنا ناس كتير قوي ففي ناس بتكليم وداتا انجينيرز. في ناس بتكليم ان الداتا اناليست ده ما بيعملش بروجرامنج فيقوم رايح لشركه يقوم شاطب له عليه يقول له لا داتا اناليست عندي بيعمل بروجرامنج. الماركت ده ستيل لسه نوت ديفايند انه التايتل ده بيعمل كذا. ليه؟ لانه لسه يعني بيخطر لانه في الاخر هو داتا اناليست في سام بيبل بيطلعوا بس الموديل الاستاتستيكال موديل ويقول لهم دي اعملوا له ديفلوبمنت. هو يقعد يقرا دوكيومنتس كتير قوي 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 وداتا ويقول لهم يو نيد تو ران الداتا دي على الاستاتستيكال موديل او الفورمولاز دي عشان تفيجواليز. أيوة. وانا مش هكتب سطر كود ماليش دعوه فيجواليز على اي تول. وفي واحد تاني بيقوم على التول بياخد منك الموديل ده ويقعد يفيجواليز ويرسم اسمه ده داتا فيجواليزيشن ويكتب كود. وفي واحد بقى بيعمل كود عنيف جدا جدا اسمه ماشين ليرنينج بينزل تحت يعلم الماشين تفهم حضرتك تاخد داتا دي وتدايجست عشان تطلع الفيجواليزيشن. الموضوع اكبر من كده بكتير. فعشان كده ده تايب اوف ذا انالست وده تايب اوف ذا انالست عنيف جدا فيري سبيشاليزد ان داتا. لكن لو بينج بزنس انالست ممكن يبقى عندك اي دومين اكسبيرينس في اي دومين اشتغلت تكنيكال او ما اشتغلتش تكنيكال بس يو نو ذا تكنيكال تيرمينولوجيز. تمام الف ب بس انك تاخد حاجه بتقول لك البيزكس بتاعه البيزنس اناليسيس ان تو اند السايكل عامله ازاي. لما يعني بعمل اليسيتيشن كده اعمل دوكيومنتيشن افيريفاي مع كلاينت امضي وخلاص ورول اوت. في اونلاين كورس بريكومند جدا على لينكدين اسمه بزنس اناليسيس فاونديشنز. ده في كل اللي هو كده وفي زي ما قلت لك الاثنين في ريك ماستر اللي دوت كوم اللي انا اصلا عليها حاليا ليرنينج باث بتاعي بزنس انا اوكي. وفي واحد برده على يوديمي حلو قوي يوديمي وفي برو سايت في انا حد حضر لداليا بيزيد. طبعا انا ما حضرتش داليا بس يعني ليا الشرف ان انا قابلتها قبل كده. بس داليا بيزيد حد من الكبار هنا في الماركت بتاع مصر ومن الناس الاكسبيرينس جدا في الاناليسيس. عندها ريك ماستر ريك ماستر دي تقريبا اللي بتدي كورسات من زياده من 15 سنه مثلا في الاناليسيس في البيزكس. وفي اي كونسلت بتاعت سماح سمير برضو بتدي برضو البيزكس في الاناليسيس. كل واحد دي مدرسته منهم يعني. بس في الاخر لو انت عايز تجيت انسايتس البروسيس ان تو ان شكلها عامل ازاي اي حد منهم هما الاثنين رائع. بتاعت ريك ماستر دي على فكره غالبا هتبتدي في واحده هتبتدي very soon. واسمها track master. track master. ريك ماستر. ريك ماستر. ريك ماستر. requirement. هو online course كده. you can do it تقريبا webinars أو حاجة مش فاكرة بس أنا شفت حاجة قريبة. داليا جات مصر هي كانت مسافرة بس داليا جات مصر و I think she will run the next ten cycle هنا في مصر. سماح سمير. تانية اي consult. دي عاملة track كده. webinars. webinars بس. اللي هو fundamental. بس فده ده لطيف جدا. ده هيقول لك البروسس انتو اند هيفهمك التولز وعلى اخره. الجزء الثيوريتيكال فيه اقوى من الجزء البراكتيكال بس في الاخر هيخليك فاهم الدنيا مش ازاي. هو لندر كوم مستو ان هو عامل كذا كورس حاليا للبزنس اناليسيس. يعني عامل بروسس موديلنج تكنيكس عامل كورس محترم في بروسس موديلنج تكنيكس وعامل كذا حاجه. هو عامل حاليا تراك كامل في البروسس في البزنس اناليسيس. لندر كوم ليندا لندا
ليندا ليندا واي ان دي اي ليندا. في حد عنده سؤال تاني قبل ما نوصل؟ ما هو انا برضو ما خدتش اجابه السؤال قوي إيه؟ انا هعمل يعني اللي اعمله من دلوقتي اللي محتاج اعمله من دلوقتي عشان ابقى بزنس انالست شاطر او عشان ابقى لما هو هو الف زي ما سمعنيش قبل ما ندخل في ال انت يو هاف تو يعني لازم الاول تتخرج اكسبيرينس اتليست تشتغل سنه او سنتين تمام في اي حاجه لانه الاناليست ما ينف... انا اي كانوت تراست سام وان لسه ما يفهمش اي حاجه في الباك جراوند انه يدخل يبدا يليست ريكويرمنتس ودوكيمنت ريكويرمنتس ولا اخره فاتليست تبقى فاهم الدومين اللي انت داخله ده هتشتغل في بانكينج هتشتغل في اي تي هتشتغل في وات ايفر فيو نيد اتليست ذس يعني تمام بغض النظر عن التخرج الشغل اه هو ده في الشغل يبقى سيكتور يعني قصدي سيكتور ايه ريكومندد اللي انت عايزه بس هي doesn't always have the option to choose as well. يعني احنا ما عندناش الاوبشن تو تشوز يعني يعني عايز تدخل في الـ في الاي تي ده اوبشن عايز تدخل في البانكينج ده اوبشن اي حاجه اويل اند جاس بس ممكن تبقى شغال في سوفت وير هاوس ويجي لك بروجكت لا فاينانس مثلا اللي ساعتها هتضطر تقرا في الدومين انا لو كنت بس دخلت الوظفه احنا كنا لو قلنا السؤال ده دي كنت ضغط الفرق بين البيزنس انالست والسيستم انالست السيستم از انالست از مور تو تكنيكال او مور تو ديزاين يعني ده الراجل اللي بيعمل الديزاين الديزاين لاير او الديزاين كونسبتس اللي هي ديزاين ما اقصدش ديزاين فيجوالز الديزاين ذا تكنيكال ديزاين اللي بيدخل بعدها ديفلوبر يشتغل هل المقصود مثلا هو بيعمل يوز كيس اليوز كيس از ا بزنس دايجرام مثلا السيكونس دايجرام ينفع بزنس وينفع ينفع بتاع بس السيكونس دايجرام از ون اوف ذم الاي ار بي مثلا عندنا ايه تاني يعني كلاس دايجرامز دول دي سوفت وير انجينير تكنيكس ما دي سيستم تكنيكس دول مش تكنيكس بس سوفت وير انجينيرنج ما دول ما هي في السوفت وير انجينيرنج كان هي من ضمن الميثودولوجيز والتولز اللي بتستخدم ايوه هما دول بنتكلم دول تولز تو فيجوالايز ذا تكنيكال ديزاين اوف ذا سوليوشن بس تمام فدول بيعملهم السيستم انالست مور يعني فعشان كده بنقول انه دي جراي اريا على حسب يور تكنيكال باك جراوند يو كان دو ات اور يو كانوت دو ات تمام البيزنس انالست بيورلي شغال في حته البيزنس بيدوكيمنت البيزنس حلو قوي بس فلو انت عندك التكنيكال اكسبيرينس وبتوصلي الليفل اوف ايدنتيفيكيشن بتاع الفيلد والشكل ازاي في الداتا بيز والكونكشنز في الداتا بيز والكلام من ده انت تقريبا بتعملي حته في السيستم صح لان انت في الاخر بتعملي ديزاين دوكيمنت او ديزاين دايجرامز بتخليهم يقدروا يفهموكي اكتر بتعملي اي ار دي بيبقى ليكي انبوت كمان اكتر بتحطي رجل على رجل كده بتقول لهم الريليشن شيب دي في التيبل دي لازم تتعدل لان انا عارفه ان الكلاينت جاي لي قدام شويه هيطلب الكي ده يكون هنا فانت فاهمه شويه بس كان في حد عنده سؤال اخير هو ازاي بس اكيد مثلا دلوقتي بقى في كوبي بقى في بلوك تشين بقى في حاجات في تيم تكنولوجيز بتطلع مره واحده احنا واحده من السيشنز اللي هنعملها ون اوف ذا ميتابس مش فاكر اميره قالت ولا بس ون اوف هيبقى في سيريز كده من ميتابس ماشيه ان بارلل بتتكلم على التكنولوجي فيرسس اناليسيس منها مثلا الكلاود كومبيوتنج النهارده هنبقى جايبين سبيكر من كلاود كومبيوتنج وسبيكر اناليست فالراجل السبيكر بتاع كلاود كومبيوتنج بيكلمك على طبيعه البروجكت اوف ذا كلاود كومبيوتنج فانت كاناليست محتاج تكتب ايه زياده النهارده الداتا اناليسز او البيج داتا الكلام ده كله الكوجنيتيف الكلام ده از بومينج ان ذا ماركت اخر مره حد بعت لي ريكويست بيقول لي اللي اسمه ايه ده الاوجمنتد رياليتي اكتبها ازاي الاكسبيرينس بتاعت الاوجمنتد رياليتي تتعمل ازاي كاناليست فا اكشلي ده دلوقتي في الماركت فانا ازاي كاناليست اقدر امانج ذيس تايبس وفي نفس الوقت اقدر افولفيل التكنولوجي فهنجيب اثنين ونقول لكم انا فين الاريا انا امتى اقف وهو امتى يكمل لانه ده بقى شيء عنيف قوي دلوقتي علينا في كاناليست يعني في السكيل بتاع الستارت ابس هو بس هو في الاخر الرولز والريسبونسابيلتيز دي لازم تكون ديفايند ولازم يكون فاهم انت بتعمل ايه لكن انا يمكن السؤال يعني هو لازم تبقى قايله ان انت الاناليست اللي بتجمع الريكويرمنتس وتو فيجوالايز ات انت ممكن تعمل له الديموز وات ايفر بس انا هنا اخد بس من سؤالك ده حاجه مهمه قوي انه في الستارت ابس المشكله عندي مش بس في الرولز والريسبونسابيلتيز
لكن الستارت ابس هي في الفورماليتي بتاعه البروسيس. يعني في حاجات كتير قوي من اللي احنا ممكن نكون بنقولها هتحسها irrelevant, it's too long to do it في الستارت اب. الدنيا ماشيه اسرع بكتير وانت تقريبا بتقوم بشغل كل واحد. مفيش حاجه في الدنيا بتقول انه انك لازم تمشي بالفورماليتي وبالسايكل الرهيبه دي, فاحنا ساعتها بنكمبرمايز وبنقايلين لا انت مش محتاج تعمل كل ده, انت محتاج تعمل اجايل, تفتح ستوري سريعه تكتبها, الابروفل سايكل تكون هي وان كليك ولا اخره. هو دي تقريبا التشالنج الاكبر في الستارت ابس, عن انك تقول ان انا انالست ولا مش انالست. يعني هو ديفينتلي لازم حد يقول عليك انت انالست, انت مسؤول عن البيزنس وبس. بس يعني اتس ا جري اريا, ساعات بيشيلك البيزنس كله, البيزنس ديفلوبمنت وذ اناليسيس وذ ديموينج حتت زياده شويه حواليك, يعني هكذا يعني. بس اوكي, بس تراي تو فوكس تو بي ان ذا بزنس سايد اتليست, يعني ما تروحش في حتت بره البيزنس سايد يعني. بس اوكي, في حد عنده سؤال تاني؟ خلاص ان شاء الله نشوفكم في الابيسود الجاي, موست بروبابلي هيبقى الاوبزرفيشن تكنيك.